في مفاجآت في دور ال 16 قبل ما نخش على ماتشات دور الثمانية يعني النهارده، كان في مفاجآت بالنسبة لك في دور ال 16؟ لا هو بص، أنا بالنسبة لي الفرق اللي أنا رشحتها كلها فازت. المفاجأة الوحيدة هو يعني حتى الناس زعلت مني وأنا بقول إيه، إن ممكن كوريا يعني إيه تضايق البرازيل شوية، مش إن تكسب البرازيل يعني، لا تضايقها شوية. فحصل إن الجول جه في الدقيقة 7 ففتح المباراة بالكامل طبعا. فخلاص بقت 4-0 بعد تقريبا 33 دقيقة، فالدنيا خلصت. هي دي الحاجة الوحيدة أنا اللي أنا كنت متوقع إن إيه كوريا زي ما عملت مع الفرق الكبيرة في الدور الأول، إن هي إيه يعني شوية يعني تبقى عقبة شوية قدام البرازيل. يعني البرازيل تفوز برضو بس تغلس عليهم برغبة الكورة بالظبط يعني. كده زي اليابان ما عملت. أنا سألت على اليابان جدا، ده المنتخب الوحيد اللي سألت عليه في دور 16 بالظبط. بس أنا كان متوقع طبعا بحكم الخبرات أكتر عند فريق كرواتيا، وبالذات في النوك أوت بيبقى عايز عندك تكون لعيبة عندهم خبرات كبيرة، ومن أكتر الفرق في البطولة ككل بقى اللي عندها مجموعة خبرات لعيبة بقى، مش خبرات على مستوى المنتخب بس، لا خبرات على مستوى الأندية وعلى مستويات مختلفة. صحيح. هي كرواتيا، لأن كل لعيبتها لعبوا مع أندية كبيرة زي ريال مدريد وزي يوفنتوس وزي أندية كبيرة في العالم يعني، فمجموعة لعيبة عندها خبرات طويلة جدا مع المنتخبات، ومنهم طبعا بريزيتش اللي دخل ضمن قائمة أعظم الهدافين بهدفه العاشر اللي جابه في المباراة دي. أبرز الظواهر، أنا عايز أقفل دور 16 قبل ما ننتقل لدور الثمانية ماتشات النهاردة، أبرز الظواهر في الدور 16 أو لحد دلوقتي في كأس عالم قطر 2022. بص، هو دور 16 ده حصل فيه حاجة يعني لو أنت عايز تحسبها مش هتيجي كده. كل يوم من أيام دور 16 كان فيها مباراتين، كل يوم فيه 7 أهداف. يعني شوف من اليوم الاول الارجنتين لما كسبت استراليا 2-1 وهولندا لما كسبت الامريكا 3-1 بقوا 7 جوال، اليوم الثاني 7 جوال، اليوم حتى اليوم الاخير لما المغرب اتعادلت مع كرواتيا، وانت عارف ان المباريات اللي بتحصل مع الترجيح مع كرواتيا المغرب ولا اسبانيا؟ اسبانيا قصدي، عفوا المغرب مع اسبانيا ما تعادلوا 0-0، وانت عارف ان المباريات اللي بتنتهي بركلات الترجيح بتحتسب نتيجتها بالتعادل اللي هو 0-0 يعني مفيش اهداف. فانا قلت لاول مره في ايام البطوله مش هتشهد 7 اهداف. راحت جايه المباراه التاليه بتاعت البرتغال، فازت البرتغال 6-1 على سويسرا وجابت 7 اهداف في مباراه واحده، فكل مباراه فيها 7 اهداف. المعدل العالي للتهديف ده اللي هو 3.5 هدف في المباراه، لان ما يجي في كل يوم في مباراتين 7 اهداف ففي 3.5 هدف في كل مباراه، رفع المعدل التهديفي جدا الى 2.64 هدف في المباراه الواحده تقريبا، ورفع اجمالي اهداف البطوله الى 148 هدف. احنا دلوقتي اعلى بطوله في التاريخ في عدد الاهداف هي بطولتين، فرنسا 98 والبرازيل 2014. اوكي، البطولتين دول كل بطوله شهدت 171 هدف. طب احنا 148 هدف بفاصل قد ايه؟ بالظبط 23 هدف عن اعلى معدل اهداف في تاريخ كاس العالم. وارد ان انت تكسره يعني، يعني لو جه بقى ايه في الثمان مباريات دول يعني وارد. معدل 3 اهداف هيبقى 24 هدف على ال 200 على ال 148 هيبقوا تقريبا 172 هدف. 172 هدف تضرب الرقم الاعلى. بس خلي بالك فارق بين ان نقول اعلى بطوله في عدد الاهداف واعلى معدل اهداف، لان اعلى معدل اهداف في تاريخ كاس العالم مستحيل نوصل له، اللي هو كان في كاس العالم سنه في سويسرا 1954 وصلنا الى 5 اهداف و39 من 100 هدف. انت متخيل معدل الاهداف في كل مباراه؟ احنا دلوقتي رغم الاهداف الكتيره دي ورغم اننا ممكن نحطم الرقم القياسي لعدد الاهداف عدد الاهداف، الا ان معدل الاهداف مستحيل توصل له. انت عارف لو فرضنا ان انت وصلت الخمس اهداف لو ضربتهم في 64 مباراه دلوقتي، لان زمان كان عدد المباريات في كاس العالم مثلا زي كاس العالم الاولى 18 مباراه بس، كانوا في فترات كبيره 32 مباراه اما كانوا 16 فريق. المعدل لما زاد الى 64 مباراه فبقت طبعا فارق معدل الاهداف اقل بكتير، فانت مستحيل توصل لمعدل الاهداف العالمي ده مستحيل. لكن اللي ممكن توصل له ايه؟ انك توصل لعدد الاهداف. حاجه الثانيه هو عدد الجماهير، وقطر تشرف بحاجه يعني ربما ستكون تاريخيه في البطوله ديت. عدد الجماهير اللي حضرت لغايه النهارده تقريبا 2,860,000 يعني 2,900,000 تقريبا، 2 مليون
مشجع وتسعة من عشرة. أكبر عدد من الجماهير حضر بطولة في التاريخ كانوا بطولتين، بطولة أمريكا 1994 وبطولة البرازيل طبعا، وانت عارف استاد ماراكانا والبرازيل 2014. في البطولتين، في بطولة أمريكا 3.5 مليون. طب هل احنا ممكن فيما تبقى من المباريات نوصل من 2.9 مليون الى 3.5 مليون، وكمان البطولة دي تضرب الرقم القياسي في عدد الجماهير في التاريخ؟ ده وارد، وارد طبعا جدا، وارد جدا. طب خليني اسالك عن دور 16، السداسية البرتغال امام سويسرا كانت مفاجأة بالنسبة لحضرتك ولا لا؟ مفاجأة الفوز بالعدد الكبير ده من الاهداف، لكن الاكثر مفاجأة هو طبعا رونالدو وراموش طبعاً. اللاعب الرهيب اللي نزل وجاب 3 اهداف وهو عنده 21 سنة، وعلى فكرة اول مباراة يبدأها مع المنتخب صحيح. البرتغالي رصيده قبل كده كان مباراة واحدة وهي لعب فيها كبديل كمان وكانت ودية، واول مباراه يلعبها يجيب 3 اهداف، وكمان ان هو نازل مكان رونالدو والكارثه اللي حصلت في طب ده قبل